اشتباك بين الأكراد وأبو إبراهيم ومقتل عدد من ثوار أعزاز. يوم التفجيرات والغارات في سوريا. هل تدق تسونامي أبواب لبنان؟ صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. تلقف رئيس الحكومة سياسة النأي بالنفس لدى آل الحسن وقام بزيارة منزل ذوي الشهيد في بتراتيج الشمالية، حيث قدم واجب العزاء إلى العائلة التي رحبت به وكررت على مسامعه مواقفها المحصورة بالحزن وغير المرتبطة بمحاور وأهواء. هذه الزيارة استوحاها ميقاتي من كلام السيد عدنان الحسن والد الشهيد اللواء وتبرئته رئيس الحكومة من دم ابنه، ما أعاد الروح إلى الحكومة التي كادت تلاقي حتفها قبل أن تنقذها قوى 14 من آذار بخطوات وصفت بالمتهورة ومساءلة للتهور. يستدعي قسم المباحث الجنائية يوم الخميس صاحب مبادرة اقتحام السرايا نديم قطيش الحاضر وجاهيا مع رزمة محامين. الرئيس المختال بين معرض فرانكوفوني في لبيال وقضاء الكورة في الشمال استقبل اللواء أشرف ريفي في السرايا وهو يستعد لتقديم حكومته في أبهى حلة يوم الأربعاء، وكأن الدهر السياسي لم يأكل عليها أو يشرب. وباكورة أعماله إقرار التشكيلات الدبلوماسية التي نامت طويلا في الأدراج ولم تستفق إلا على وقع عواصف أرادت اقتلاع الحكومة. نبدأ بتضارب في الأنباء حول مصير خاطف اللبنانيين أبو إبراهيم الذي خاض اشتباكات مع الأكراد. لم تمضي ساعات على نشر لواء عاصفة الشمال فيديو لأبو إبراهيم وهو يضع الخطة العسكرية لاقتحام ما وصف بأوكار حزب العمال الكردستاني، حتى شاعت أنباء عن مصير غامض لخاطف اللبنانيين، وتضاربت المعلومات بشأن مقتله وخمسة من أتباعه في اشتباكات مع لجان الحماية الشعبية الكردية في قرية قسط الجندو قرب إعزاز خلال محاولتهم اقتحام القرية. خبر نشرته صحيفة السفير عن مراسلها في باريس بعدما أكده له مسؤول كردي رفيع المستوى، ما لبث انتشر في لبنان وتبنته بعض وسائل الإعلام. وفي محاولة لتقصي ما إذا كان أبو إبراهيم قد قضى فعلا خلال الاشتباكات حاولنا الاتصال به لكنه لم يجب، كذلك الأمر بالنسبة إلى الدائرة المقربة منه. ولكن وبعد الاتصال بمحمد نور وهو المتحدث الإعلامي السابق باسم اللواء نفى أن يكون أبو إبراهيم قد مات أو حتى أصيب، وتحدث عن مقتل أربعة عناصر من مجموعة عاصفة الشمال. هذا وكانت صفحة لواء عاصفة الشمال على الفيسبوك قد قامت منذ ساعات بنشر مشاهد لما سمته تصدي بعض أفراد الجيش الحر في إعزاز لأفراد من حزب العمال الكردستاني، وتحدثت أيضا عن مقتل عدد منهم خلال الاشتباكات، لكنها لم تذكر أي شيء عن إصابة أبو إبراهيم أو مقتله. اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا تستعيد نشاطها بعد احتجاز الصحفي فداء عيتاني وتأمل خيرا. تسعة زوار مخطوفين وصحفي محتجز هي محصلة اللبنانيين النهائية في عاصمة العجائب أعزاز، حيث أصبح للمدينة مكتب استخبارات يحقق ويحاكم ويبرئ، من دون أن ننسى مكتب عمليات الخطف على الحدود الذي مهد لإعزاز انطلاقتها الإعلامية. قنوات التواصل التي تتعامل معها اللجنة الحكومية المكلفة متابعة الملف أكدت للجنة أن إطلاق سراح فداء عيتاني سيكون في الأيام القريبة بعدما تبين أن عمله إعلامي بحت. أما زوار الأماكن المقدسة فحتى الساعة لم يتضح للجهة الخاطفة ما إذا كانت زيارتهم دينية خالصة، مع أن اليقين قد قطع الشك منذ زمن بعيد.
إذن اللجنة الوزارية اجتمعت في مبنى وزارة الداخلية وتناقشت فيما أفادتها به قنوات التواصل التي اعتمدت والتي تتمتع بصدقية ومقبولية من جميع الأطراف المعنية وخصوصا الجهة الخاطفة أي أبو إبراهيم، وأكدت أنها ستتابع التواصل مع هذه القنوات إلى حين إطلاق سراح المخطوفين التسعة. أفادت هذه المصادر اليوم أن الصحافي فداء عتاني سوف يطلق سراحه في القريب العاجل جدا. في القريب العاجل جدا. وأن احتجازه مرتبط بالمادة الإعلامية التي كان يغطيها. وأن الأمر يندرج في مجرد تحقيق ميداني عن هذه المادة. أنا لا أدعو إلى الإحجام عن القيام بالمهام الصحفية. أدعو فقط الصحفيين وسائر اللبنانيين من الانتقال إلى هذه المناطق بالذات التي تم فيها احتجاز فداء واختطاف سائر اللبنانيين الذين لا يزالون مخطوفين. اليوم اللجنة ليس في استطاعتها أن تقول متى أو أن تقول أنه سوف يتم الإفراج عنهم جميعاً أو على دفعة أو دفعتين. لذلك أترك للجنة ولمعالي وزير الداخلية أمر متابعة هذا الملف فور تمكن من المعلومات التي طلبنا وهي معلومات محددة جداً. ثمت إيماءات أو إشارات إيجابية بالنسبة لسائر المخطوفين وسيكون لنا تواصل مع الإعلام عندما نتأكد من هذه الإيماءات قد أصبحت حقائق أو على الأقل وقائع قابلة للترجمة الفورية بإطلاق هؤلاء المخطوفين. الله أكبر. وفي حين تصل إلى اللجنة ذبذبات قوية بشأن المخطوفين، يبدو أن أبو إبراهيم يعمل على موجة أخرى هذه الفترة. فبعدما نصب قائداً للواء عاصفة الشمال يتهيأ بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لفتح معارك مع حزب العمال الكردستاني المتمركز على أطراف إعزاز. إلا أن انهماكه في الحرب على البي كي كي لا يعني بالضرورة عدم متابعته ملف المخطوفين، فمن يستطيع أن يشغل بلدانا ويتحكم بحدود دولة كتركيا ويرفض استقبال وزراء خارجية بلاد عظمى لن يكون التنسيق بالنسبة إليه بالمشكلة أبدا. تكبير الله. سوريا في جحيم الانفجارات والغارات الجوية، والمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي يؤكد من روسيا عزمه على العمل للتقليل من مستوى العنف. الوضع في سوريا يسير من سيء إلى أسوأ. بهذه العبارة ومن موسكو لخص الموفد الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الوضع في سوريا، مبديا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أسفه لانهيار وقف إطلاق النار، واصفا الأزمة السورية بالخطرة جدا. وفيما أعلن لافروف عن خيبة أمل موسكو من عدم التزام الطرفين بالهدنة خلال عيد الأضحى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من عاصمة كوريا الجنوبية سيول عن خيبة أمله من فشل الأطراف في احترام الدعوة إلى وقف القتال. ما نحتاجه في سوريا هو كما نحتاجه في بلدان أخرى في المنطقة، تغيير حقيقي وليس تغيير تجميلي، إصلاحات حقيقية وليس تجميلية، ويجب العمل على إجراء هذا التغيير من قبل السوريين. سنسعى إلى مواصلة العمل بالتعاون مع جميع الجهات للتقليل من مستوى العنف وصولاً إلى وضع حد له. يجب الضغط على الحكومة والمعارضة من أجل إرسال الإشارات المتوازية للطرفين وليس دعم جهات من أجل الاستمرار في العنف. لا يمكن حل النزاع في سوريا بالمزيد من الأسلحة وسفك الدماء. أنا أدعو مجلس الأمن الدولي والدول المحيطة بسوريا وجميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بتعهداتها والسعي إلى وقف إطلاق النار. ميدانياً
أدى انفجار سيارة مفخخة في حي الروضة السكني في منطقة جرمانة بريف دمشق إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، معظمهم من النساء والأطفال. وأوضحت سانا أن التفجير الإرهابي أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في المباني السكنية المجاورة والمحال التجارية والممتلكات. وبعد ساعات على انفجار جرمانة، أفاد التلفزيون السوري في شريط إخباري عن تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في حي الحجر الأسود جنوبي دمشق، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، واصفا العمليتين بأنهما خرق جديد لوقف العمليات العسكرية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 29 10/2012 طيران الميج يقصف. وشهدت محافظة إدلب سلسلة من الغارات الجوية تركزت على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، ترافقت مع اشتباكات عنيفة في محيط معسكر وادي الضيف المجاور للمدينة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أدت أعمال العنف إلى مقتل نحو 76 شخصا يوم الاثنين، الذي شهد أيضا ما يزيد على 60 غارة جوية. ليس من باب التخويف بل من باب تذكير المعنيين أن لبنان معرض أيضا للتسونامي. تحقيق للزميلة دلال بزي. كل يوم يمر على لبنان من شأنه أن يزيد الخطر على أراضيه، وكل ليرة تنفق الآن من شأنها أن توفر 7 ليرات لاحقا. لاحقا يعني عندما تقع الكارثة. من مختلف المناطق والمستويات عم يخبرونا انه في كارثه جاي، شو بنعمل؟ فيا بنقرر نحط راسنا بالتراب ونقول ما سمعنا شيء، ما ناقشنا شيء، ونكفي عايشين مثل النعامه، يا اما لازم نتحرك. الكارثه اللي عم نحكي عنها تخطى اكثر بكثير من كل شيء انفجارات شفناها وكل شيء حروب شفناها ومرقت على هالبلد. فلا، نحن مش مجهزين. لبنان القائم على فيلق للزلازل قصه قديمه تتجدد فقط بالتحذيرات المتتاليه، ولا أحد يأخذها غالباً على محمل الجد. من الناحية العلمية، التوقعات مثبتة بحدوث زلزال سيضرب لبنان بقوة كبيرة، والتسونامي التي نشاهدها في الأفلام أو في بلدان أخرى ستزورنا يوماً، فكيف يفسر أهل العلم هذه التوقعات؟ المعلومات الجيولوجية بالمنطقة عنا بتدلنا أنه احتمال معاودة حدوث زلزال بتفوق قدرته 7 على الخط الزلزالي المارق من البحر الأحمر لتركيا واردة أكثر بهالأيام من قبل، لأنه عم ندخل بنهاية مرحلة زلزالية معينة وبداية مرحلة ثانية اللي هي معاودة الزلازل القوية. سلسلة زلازل بفلسطين، بالأردن، بلبنان، بسوريا أخذت قرنين من الزمن تتحدث، ومعاودتها بتصير كل 8 قرون تقريبا، 8 ل 9 قرون، وهلا وقت. Lebanon is not far from these realities, that is, as it is subject to a range of natural hazards. The largest natural disaster threat is that of a severe earthquake and an associated tsunami. الكارثة حذر منها أيضا المنسق الخاص للأمم المتحدة روبرت واتكنز في مؤتمر للحد من الكوارث الطبيعية. والوزير غازي العريضي يقول إن وزارة الأشغال وحدها لا تستطيع تحمل عبء كارثة طبيعية، وعلى كل الوزارات أن تكون على قدر المسؤولية المطلوبة منها. أقول بكل صراحة لسنا على استعداد تام في لبنان. للأسف يعني منذ أسبوعين كانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بيروت لبرنامج التنمية، وكان مدير برنامج التنمية أيضا موجود، وأطلقت صرخة أقلقت الناس عندما قالت احتمال حصول تسونامي في لبنان. ننهي القانون ونذهب إلى تشكيل الهيئة كما ذكرت كي لا أكرر، وأنا ذكرت هالأمر أمام الموفد الدولي يعني وأمام كل البلديات الذين يعني ممثلي البلديات الذين كانوا يشاركون في المؤتمر. يجب أن يعطى هذا الأمر الأولوية عند وقوع الكارثة. لا ينفع الندم ولا ينفع البكاء على أطلال ولا ينفع تحميل المسؤوليات. لبنان الغارق بهمومه مهدد بغرق طبيعي، وعندما تقع الكارثة يصح القول لا تساعة ندم. دلال بزي، قناة الجديد. مع
بعد الإعلان. مواطن صالح ادعى على نديم قطيش. أهلا بكم من جديد. اختتم النائب العماد ميشيل عون اليوم الثالث من زيارته كندا بحفل عشاء جمعه والوفد المرافق مع الجالية اللبنانية في مونريال. الأوسط في معركة آسيا تدور بين التطرف المدعوم بالغرب وبين المشرقية المدعومة بالبريكس، يعني الروسية والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. بنهاية المطاف سيعود التوازن للعالم، ومعركة سوريا لن تكون خاسرة لأنها ستضع حد للتغلغل الإسلام التكفيري وأعطاء الكلمة للمعتدلين. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدعو إلى معاقبة قاتلي اللواء وسام الحسن، والوزير محمد الصفدي يطمئن إلى مصير الحكومة. شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة تكثيف التحقيقات لكشف ملابسات جريمة اغتيال لواء الشهيد وسام الحسن وإحالة المسؤولين عنها على القضاء ومعاقبتهم، داعيا إلى تجنيد كل الخبرات من أجل كشف إنجاز التحقيق في هذه الجريمة، مشيرا في هذا الإطار إلى قرار مجلس الوزراء الإفادة من كل الخبرات الدولية لمؤازرة القضاء اللبناني في تحقيقاته. ولفت ميقاتي خلال استقباله المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي إلى أن مضي التحقيقات إلى النهاية يشكل مطلبا وطنيا جامعا من أجل استتباب الأمن، كما يشكل مطلبا شخصيا له نظرا إلى الروابط الوثيقة التي كانت تجمعه باللواء الشهيد. ميقاتي استقبل وزير المال محمد الصفدي الذي أكد استمرار الحكومة في عملها بفعل ثقة مجلس النواب، لافتا إلى أنه إذا كانت ثمة إرادة عامة لتغييرها فليكن، إلا أنه يرى أن هذه الإرادة لن تحصل بهذه السهولة. وردا على السؤال عما إذا كانت المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع الأفرقاء ستفضي إلى نتيجة، أمل الصفدي قيام توافق بين جميع اللبنانيين، مضيفا أنه في بعض الأحيان قد تطرأ ظروف معينة تحول دون الاتفاق على موضوع عام وخصوصا الموضوع الحكومي. النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي يحيل إلى قسم المباحث الجنائية المركزية إخبارا ورد إلى النيابة العامة التمييزية ضد نديم قطيش لإجراء التحقيقات اللازمة. يا شباب ويا صبايا، يلا يلا على السرايا. يا شباب ويا صبايا، يلا يلا على السرايا. بعدما مرت أيام عشرة على ما اقترفه الصحفي نديم قطيش يوم تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن من دون أن تتحرك أي جهة رسمية ضده، قرر أحمد جزين التاجر في منطقة مار الياس أن يأخذ المبادرة بنفسه، فتقدم بشكوى قضائية إلى النائب العام التمييزي معللا إياها بمحاولة اقتحام مركز رسمي حكومي وتوقيف اقتصاد البلد. أخذت أنه أنا انتظرت ليومين، قلت بلكي حدا بيوقفه أو حدا بيطلع عليه مثل إخبار أو شي شكوى. لما ما حدا اشتكى أخذت قرار بنفسي من دون أي دافع حدا يقلي أو أي شي من الناس. قمت أنا أخذت أنه لازم أنا كلبناني بالمجتمع المدني أنه أرفع صوتي، يبلش هالشعب اللبناني يرفع صوته يبلش يقول ضد رحت عند القاضي حاتم ماضي بالتمييزي، بكن له كل الخير، قدمت له الكتاب والشكوى، استقبلها مني، واليوم الصبح الساعة 10 بيطلبني على التحقيق، وتم التحقيق معي بتفاصيلها كلها، أخذت الوقت شي ساعة ساعة ونص، وعلى طلب إنه إن شاء الله بهاليومين بيطلبوه هو ليحققوا معه ضد هالقوانين الجارحة الظالمة اللي عملها ولفت. تصرف قطيش لم يتلو له الرجل فعلا ندامة، بل على العكس تفاخر به ولا يزال، فالشغب في رأيه وارد في أي تجمع، فكيف الحال في اغتيال الحسن؟ تبلغت رسميا أنه يوم الخميس في أول تسجيل إفادة لإلي
الخميس الساعة 10 ومن بعدها لك الحادث حديث، يعني بعدنا بعده المسار طويل، بعد ما في تهمة ولا في دعوة ما في قضية بهذا المعنى. أنا محضر حالي أكيد قانونيا، في فريق محامين كبير جاهز ليتولى هاي القضية ويعني يروح فيها إلى خواتيمها. ما في شيء اسمه الهجوم على السراي، في شيء اسمه اشتباك حصل بين متظاهرين وبين قوى الأمن الداخلي، بيحصل بلبنان كل ما يكون في تظاهرة إن كانت عمالية أو غير عمالية أو ماتش فوتبول. ما حدا يجرب يهول علينا ويهبط حيطان علينا. تتوقع انه هيك جمهور مع حدث مثل الاستشهاد اللواء الحسن ممكن يؤدي لشغب؟ يؤدي لشغب، وين المشكلة؟ انا ما عم بفهم وين المشكلة اذا وين المشكلة اذا ادى لشغب؟ المشكلة يعني بأي تظاهرة مسألة الشغب أمر قائم وأمر محتمل، وين المشكلة؟ طيش الذي يمثل الخميس أمام القاضي كانت نظمت على الفيسبوك ضده حملة معا لاعتقال المحرض نديم قطيش بحسب ما وصفته. بعد اقتحام السرايا الحكومية ماذا تبقى من الصورة الانتخابية؟ في انتخابات عام 2009 وضعت قوى الرابع عشر من أظهار الناخبين أمام خيارين متناقضين، جعلت من نفسها ممثلة حصرية للصورة البهية للبنان، وجعلت من خصومها ممثلين حصريين للصورة المحترقة في لبنان. هكذا اختزلت قوى الرابع عشر من أظهار الشرعية والاستقرار والازدهار في نفسها، وسجنت حزب الله والتيار الوطني الحر في صورة الشغب والسلاح. ولكن مهلا، ثمة متغيرات فعلية وبصرية على أبواب انتخابات عام 2012. يعني حتى رجعت شوي على اليومين اللي صاروا بهاليومين الأخيرين، بيّن أنه فريق اللي بحب الحياة انتحر، مش بس انتحر، انتحرنا معه كمان. سامي صعب هو عقل الحملة الانتخابية للتيار الوطني الحر عام 2009 وشعارها الشهير كوني جميلة وانتخبي. يومها راهن التيار على تجميل صورته في مواجهة محاولة تقبيحها. أما اليوم فظروف مختلفة على ما يقول صعب، بعدما انقلب اللون الأحمر في ساحة الشهداء إلى الأسود. أكيد هلأ نبي نكون أول شيء مشغولين بترميم صورتهم على القليل تجاه محاذبينهم وتجاه الأشخاص اللي يعني مكسورة شوكتهم، لأنه اليوم هن يعني بيتحملوا مسؤولية كتير أشخاص كانوا ماشيين معهم لأنه بيحبوا الحياة، كانوا ماشيين معهم لأنه يعني وما بيرجعوا والسما زرقاء. طب بس ما هن رجعون، هن رجعوا عالم الصورة الحر لساحة الشهداء. في شغلة كتير مهمة، أنه هن بيّنوا عن جد، انكشفوا أنه هن منتج كاذب. بس هيك المفارقة البسيطة أنه نحن أول ما يصير في ردة فعل معينة تغرب، تشوف الأحزاب عم بتجرب تلملم الجراح وتجرب هيك تكبت ردة الفعل عند مناصرينا. أما بتشوف أنه بثمانية أدار بالعكس هن بيفتخروا بهالشي. ألبير كوستانيان أشرف على الحملة الانتخابية لحزب الكتائب عام 2009 والشعار كان ما تغير مبادئك غير نوابك. نحن هالشي صار وللأسف صار، بس أنا ما بعتبره نهج، هيدا صار حادثة صارت، نحن طبعا ما مش شيء منفتخر فيه، ونحن نددنا بهالموضوع وطلبنا من الشباب أنه ينسحبوا دغري. بس غريب واحد يحفظ هالثلاثين شاب وهالنص ساعة وما يحفظ أنه وسام الحسن استشهد بنص حادثة سين. قديش في ناس بهيدا النهار حكيت عن اغتيال وسام الحسن؟ نحكي إعلانية، ما حدا ولا اعلاميا واعلانيا، الحديث كله كان عن اقتحام السرايا. حقيقه يعني مش معقوله فريق مثل 14 اذار هالقد يكون ضد حاله، يعني مش معقول هالقد واحد ينزع صورته بهالسرعه الفائقه بظرف نص ساعه، يعني كانوا ضحيه صاروا جلاد وخلص النهار بقواص على الجيش اللبناني. يعني هارد لك.
أسود أبيض، حرب سلم، فوضى ازدهار، ثنائيات متضادة عديدة تجعل العالم بأسره أسير صور نمطية يسهل معها تحديد الخير والشر، وتنمو في كنفها المعادلة الشهيرة: من ليس معنا فهو حتما ضدنا. وهي معادلة لطالما ارتدت على أصحابها، فقد أثبتت التجارب أن من نصب فخ التناقضات لغيره وقع فيه. رياض بيسي، قناة الجديد. قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوافق على تعديل تقني بسيط للقرار الاتهامي. من غير أن يعلن بشكل مباشر على الموقع الرسمي للمحكمة الدولية، سربت المحكمة الخاصة بلبنان في تغريدات على حسابها على تويتر خبرا مفاده أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وافق على طلب المدعي العام بتعديل القرار الاتهامي، مشيرة إلى أن القرار الجديد لا يحتوي أسماء أو اتهامات جديدة ولن يؤثر على التاريخ المحدد لبدء المحاكمات. قرار الاتهام الجديد هو ليس نشر في تويتر، احنا بس اعلنا ان قاضي الاجراءات التمهيدية اخذ هذا القرار، وفي خلال هذا الاسبوع او الاسبوع اللي جاي المدعي العام هيقدم قرار الاتهام الجديد. فطبعا اللي احنا اعلنا عنه في تويتر كان بس عبارة عن بيان، يعتبر كبيان اعلامي، ان قاضي الاجراءات التمهيدية اخذ هذا القرار يوم الخميس الاسبوع السابق. عشان يعدل في قرار الاتهام لازم ياخد اذن من قاضي الاجراءات التمهيدية، فهو ده اللي حصل حاليا. فطبعا انا ما اقدرش اقول هل المدعي العام هيعدل فيه ام لا، طبعا ده يرجع للمدعي العام. بس النقطه المهمه اللي اريد ان اوضحها ان هذا التعديل ليس يؤثر باي شكل على ابتداء المحاكمات في 25 مارس 2013. اول نوع من هو التعديلات للرقم، مش رقم المغزى، لاسامي الضحية أو المتضررين، ده أول تعديل. وثاني تعديل هو ما يسمى الادعاء، وادعاء وقدر الإجراءات التمهيدية قالوا إن هذه التعديلات توضح الاتهامات. نعم. يعني ليس في تعديلات الاتهامات بس توضح الاتهامات. وثالثا في تعديلات اللي تسمى تعديلات، ليس تعديلات كبيرة بس تعديلات تعتبر كصغيرة في قرار الاتهام. كان قد خضع لثلاث جولات من التعديلات قبل أن يقرر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بإقراره بالموافقة عليه. اليوم حصل تغيير في المدعي العام من السيد دانيال بلمار إلى السيد نورمان فاريل. قاضي الإجراءات التمهيدية يقول أن التعديلات ليست جوهرية ولن تؤثر في القضية ولن تؤثر في تحضير الدفاع للمرافعة لضحض ما ارتكز عليه الاتهام. قاضي الإجراءات التمهيدية طبعا حريص على الالتزام بال 25 آذار عام 2013 كالموعد الذي كان قد حدده مبدئيا لبدء المحاكمات، وبالتالي أي تعديل جذري سيؤثر على هذا الموعد، ويريد أن يؤكد أن هذا الموعد لن يتغير. في هذا الوقت كان دانيال فرانسين قاضي الإجراءات التمهيدية ينشط في شرح ما يجب إنجازه قبل شروع غرفة الدرجة الأولى في أعمالها في القضية، علما أنه كان قد حدد جدولا زمنيا لمحامي الادعاء لتسليم كل مستنداتهم ليتسنى للدفاع دراستها. Il faut également que le procureur transmette à la défense les pièces qui sont à décharge dont il disposerait, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles d'être utilisées pour démontrer l'innocence des accusés. Après cela, il faut encore que les victimes communiquent les pièces qu'elles entendent utiliser à l'audience et que la défense expose, en termes généraux, la nature de la défense de l'accusé. وبانتظار الحصول على المعلومات الكافية لبناء دفاعهم عن المتهمين، ينشط محامو الدفاع في تقديم دفوعهم للطعن بشرعية القرار الاتهامي، مستندين إلى ما مفاده أن بلمار لم يكن ذا صفة عندما أصدر القرار الاتهامي، لأن مهامه انتهت عام 2010، أي قبل عام من إصدار القرار. أحد المحامين فريق الدفاع عن السيد مصطفى بدر الدين، المحامي أنطوان كوركماز ومعاونه المحامي جون جونز، كانوا قد تقدموا بطعن بالقرار الاتهامي وبشرعية القرار الاتهامي، معتبرين أن المدعي العام دانيال بلمار لم يكن ذي صفة لإصدار هكذا قرار اتهامي عندما أصدره عام 2011، وأن مهامه كانت قد انتهت عام 2010 لأنه عين لثلاث سنوات.
كان قاضي إجراءات تمهيدية قد رفض هذا الطعن، فاستأنف قرقماز، واليوم الملف قبلت غرفة الاستئناف هذا الطعن وستنظر به وستصدر قرار قريبا. إشارة إلى أن المحكمة الدولية حددت 25 من أذار عام 2013 موعدا لبدء جلسات المحاكمة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. بعد الإعلان، مهنة الرؤساء قبل الرئاسة. أهلا بكم من جديد. أمريكا في مهب إعصار ساندي، وأخبار أخرى في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي. أغلقت الكنيسة القبطية مساء الاثنين صناديق الاقتراع لاختيار زعيم روحي جديد يخلف البابا شنودة الثالث الذي رحل في أذار مارس الماضي، في انتخابات يتنافس فيها 5 مرشحين، وتأتي في مرحلة يشعر فيها الأقباط بقلق متزايد في ظل حكومة يقودها الإسلاميون. والمتنافسون هم أسقفان وثلاثة رهبان، والفائز فيها سيصبح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية رقم 118. ويبلغ عدد الناخبين 2124 ناخبا يمثلون الكنيسة القبطية المصرية، إضافة إلى 5 ناخبين من الكنيسة الإثيوبية، وهؤلاء الناخبون يتوزعون بين رجال دين وعلمانيين من شخصيات المجتمع القبطي. أسماء التي سوف تلقى عليها القرعة الهيكلية حسب عدد أصواتهم: أولا نيافة الأنبا رفائيل، ثانياً نيافة الأنبا طوادروس، ثالثاً القمص رفائيل أظامينا. ووفقاً للنظام الداخلي للكنيسة لاختيار البابا، تكتب أسماء المرشحين 3 الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات على 3 ورقات مختلفة توضع في علبة زجاجية شفافة. وفي 24 نوفمبر المقبل يقوم طفل قبطي معصوب العينين باختيار ورقة منها يكون الاسم المكتوب عليها هو اسم البابا الجديد. أصيبت معظم المناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة بالشلل مع توقف وسائل النقل العام وإلغاء الرحلات الجوية وإقفال المدارس مع قرب وصول الإعصار ساندي الذي أطلق عليه اسم فرانك ستورم، أي العاصفة الوحش، الذي ينذر بإحداث أضرار ودمار في المنطقة وتصاحبه رياح عاتية وأمطار غزيرة. وفي هذه المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد قد يتأثر 50,000 شخص سواء من جراء الفيضانات المتوقعة أو من جراء انقطاع التيار الكهربائي. ويلقي الإعصار بثقله على الحملة الانتخابية الرئاسية قبل 8 أيام على موعدها. وقد أوقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني حملاتهما الانتخابية مؤقتاً. استخدمت الشرطة التركية الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرة في أنقرة شارك فيها 10,000 من المؤيدين للعلمانية لمناسبة عيد الجمهورية. ونزل المتظاهرون إلى الشوارع لا سيما في مدينة أنقرة في مسيرة لإحياء ذكرى تأسيس الجمهورية التركية العلمانية على يد مصطفى أتاتورك، متحدين بذلك حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أصبح هذا الاحتفال في السنوات الأخيرة رمزا للانقسام بين الحكومة وبين أنصار المبادئ العلمانية. ولم تخلو التظاهرة من مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. لم يخجل الرؤساء الأمريكيون بماضيهم، بعضهم ترقى من مهنة زبال إلى منصب رئيس، وبعضهم كان فنانا قبل أن يخوض غمار السياسة. إذا كان باراك أوباما قد امتهن المحاماة قبل أن يصبح الرئيس الأمريكي 44، فإن مهن من سبقوه إلى الرئاسة كانت حتماً أكثر غرابة. ليندون جونسون كان زبالاً قبل أن يصبح الرئيس 36 للولايات المتحدة، كما عمل ماسح أحذية وغاسل صحون وبواباً وعامل بناء. طلت جيرالد فورد البهية سمحت له بأن يعرض الأزياء، لكنه قبل ذلك كان طباخاً وغاسل صحون ومدرب كرة قدم وملاكمة.
من جهته خاض رونالد ريغان تجربة التمثيل كما عمل مذيعا بعدما مر في تدريب السباحة والإنقاذ على الشواطئ وغسل الصحون وأعمال البناء. ميلارد فيلمور وأندرو جونسون كانا خياطين قبل أن يصبحا الرئيسين 13 و17. أما أوليسيس جرانت فكان سائس خيول، وعمل خلفه جيمس غارفيلد مشغل قارب ونجارا ومدرسا. في شبابه كان الرئيس الأمريكي الثامن مارتن فون بيورن عامل توصيل طلبات ونادلا في حانة. أما هربرت هوفر فعمل في مصبغة ووزع الجرائد وكان مساحاً جغرافياً ومهندس مناجم. وقبل أن يدخل البيت الأبيض أمضى ريتشارد نيكسون معظم أوقات شبابه في الغابات، حيث كان يحمل لقب حطاب قبل أن ينال لقب رئيس. حجاج بيت الله الحرام يشكون على اليوتيوب عدم المساواة في معاملة الحجيج، وأخبار أخرى من مواقع التواصل الاجتماعي مع الزميل إبراهيم تسوي. التضامن مع الصحافي الزميل فداء عتاني المخطوف في سوريا مستمر، وعم يشهد التفاعل لا سيما على موقع فيسبوك. العشرات من الشباب والصبايا كانوا عم يعملوا شير لصور بالطالب بالحريه لفداء عتاني، وكانت عم تستخدم ككفر بيكتشر، واللافت انه جميع هاي الصور يلي انتشرت هي من تصميم افراد بمبادرات شخصيه. من المملكة العربية السعودية، وخلال ايام الحج تم تحميل فيديو على يوتيوب من قبل احد الحجاج، بيظهر فيه عشرات الالاف من الحجاج مزروبين وراء شريط شائك وممنوع عليهم التجول بانتظار مرور موكب احد الشخصيات السعوديه. صاحب الفيديو قال انه الموكب هو للامير خالد الفيصل، وبين بالشريط كيف المرافقين منعوا اقتراب حجاج كانوا على متن دراجه ناريه. أيضا من الأراضي المقدسة صورة انتشرت على موقع فيسبوك بتبين السلطات السعودية كانت عم توقف شخص جايب معه على الحج أرجيلته، ويبدو أنه كان عم يتحضر ليولعها. الصورة إجا عليها آلاف التعليقات عن فضاوة بال هيدا الحج. مع هيدا الصورة منوصل لختام فقرتنا لليوم. في التحقيق الفني، مبادرة إنسانية تمثلت في اتحاد الفن والسياسة بهدف صقل وتطوير مواهب فنية في منطقة بعقلين. بمبادرة من البوب ستار رامي عياش بصفته رئيساً ومؤسساً لجمعية عياش الطفولة التي تعنى بأعمال إنسانية، وبالتعاون مع النائب غسان مخيبر رئيس الجمعية اللبنانية لنشر الثقافة الأوركسترالية لوبام ورئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورة جملاط، جرى افتتاح معهد موسيقي لتعليم العزف على آلات النفخ والإيقاع مجاناً في مدرسة شوف ناشونال كوليدج في منطقة بعقلين الشوفية. مبروك افتتاح إذا فينا نقول اليوم المدرسة المجانية لتعليم الموسيقى ببعقلين.
عاقلين. من وين خلقت الفكرة مع أنه عياش الطفولة نفهم بداية أنه هي للأطفال يمكن أو المرضى أو الأيتام؟ مزبوط، هي بالأول كانت هيك، بعدين لما تعرفت على أستاذ غسان مخيبر عرفني على جمعية لوبام يلي هي يعني تهتم بالموسيقى وآلة النفخ خصوصا، فعملنا هيدي التجربة بعقلين بالمدرسة الأم تبعي اللي هي شوف ناشونال كوليدج، وهلأ تعليم مجاني لكل الأطفال. وأنا طول عمري كنت حابب أفتح فرع بجمعيتي هو فرع موسيقي، وحققت هالأمنية اليوم. اليوم سعادتي ما في خبرك قديش كبيرة. طارق قالوا أنه بعدك صغير كتير على أعمال الخير، رامي عياش ليه مبكر هالقد يعني؟ ما له عمر الخير، نحن بنخلق، أمك بتعلمك أعطيه هيدا بندوم مقابل. بالعكس نحن هيدا أقل شيء فينا نعمله كفنانين، هيدا أقل شيء الفنان بيقدر يعمله، يعني أنه الله أعطاه موهبة وهالموهبة عم بترجمها للناس. فينا نقول أنه اليوم عياش طفولة عم بتحل محل الدولة اللي هي من مسؤوليتها أنه تفتح جمعيات مماثلة مثل هاي. ليكي كلهم عم بيساعدونا، وزير الشؤون الاجتماعية استاذ وائل بفعور كمان واقف حدي وقفة كتير كبيرة، بشكره من كل قلبي. وإذا هني قصروا نحن منقدر، وإذا نحن قصرنا هني اللي لازم يقدروا. بدنا نقول لك أول شيء مبروك على الخطبة، هل رح نفرح برامي عياش بال 2013؟ دعوا لي بالخير إن شاء الله خير. الثقافة ليست ملكا أو حكرا على أحد، بل تكمن أهميتها في نزولها إلى الشارع والدخول إلى كل بيت. هذه الثقافة الحقيقية. اليوم عم نحقق حلمكم وحلمنا نحن ببيت الدين، وحلمي أنا الخاص بافتتاح هذا المركز بهذا الصرح العريق اللي هو أشوف ناشونال كوليدج. ثقافة مهمة جدا، لأنه ثقافة بتقدر تبني مواطن على قيم ما بتقدر تعلمها برأيي إلا الموسيقى بالمدارس. وأنا مسرور أنه اليوم تكون افتتحنا الفرع الرابع لجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية هون بشوف، على أمل أنه تنتقل على كل مناطق اللبنانية. متوقعين فرع بعكار وواحد تاني بسور، إن شاء الله بعدين بالبقاع وبكل مناطق اللبنانية وببيروت. أنا أولاً كتير مسرور أنه شخص مثل رامي عياش بدأ مؤسسة لمساعدة الطفولة المحتاجة، وأنا مسرور جداً بالتعاون عم يبدأ بين مؤسسة عياش للطفولة والجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية، والتعاون عم يتوسع مع جمعية مهرجانات بيت الدين وغيرها من المؤسسات. أنا تعرفت على رامي بالغلط بالطيارة، وبتصور كان فعل حلو كتير، لأنه خلال سفرتنا الطويلة حكينا عن طموحنا المشترك للثقافة وللموسيقى. أنا مسرور جدا بهذا التعاون المستقبلي، وبتأمل أنه كتار فنانين مثل رامي كمان يرجع تحمسوا ويقدروا يتعاونوا بفروع أخرى للبام بكل مناطق لبنانية. والآن مع لقطات اليوم. ماشي الحال، مهم على الصورة عندك يكون مزبوط. أنا يمكن هيك بيزعج لك الصورة إلك بدون ما أشوف على الكاميرا، حسسها من عيوني. إيه ما هي اللي عبقول لك إيه، ما بعرفها. زيحها شوي هيك 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 لهون. لا بدك تزيحها هيك يعني، ما بتعرفش تضوي علي يعني. أنا بدي تضوي علي. إذا طلعت بدلال، إذا طلعت بدلال جانب مضوي يعني، بالتالي أنت ما بعرف. أنا بتأثرش علي، أنت شو بتأثر عليك بالكاميرا بس؟ هلا ما بشوفها كتير منيح لدلال، بس شايفها أنا بعين كبيرة. ماشي يعني. ماشي. بدك تطفي أول اللي فوق؟ بص أول وحدة. ما فيها وكلهم بيطفوا سوا. معلش. صفيت اللي تحت أول وحدة. هاي؟ أول وحدة أنا هون على اليسار، على اليسار. علمي من تحت اول وحده على اليسار. هاي. ايوه اوكي، كبسه وحده بس خلص. ما في اشطر منك. شو بدك تسوي؟ بدك تحطها قدام وجهك. اي شو الحال؟ شكرا. ورني معلمي. خليك معلمي. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت 33 تشرين الأول 2012، ونبدأ مع النهار.
عض أصابع تصاعدي بين الحكومة والمعارضة، لا مبادرة رئاسية قبل توافر عوامل الحل. الهدنة السورية انتهت بأعنف غارات جوية. الإبراهيمي التقى لافروف، هذه حرب أهلية. في عناوين السفير تجول على حدود الدم المهدور بين لبنان وسوريا. ميقات يعزي آل الحسن في بتراتيج، طاولة الحوار تؤجل إلى 29 تشرين الثاني. الإبراهيمي ولافروف، الخوف من حرب أهلية. أنباء عن مقتل أبو إبراهيم وغارات عنيفة للطيران السوري. ننتقل إلى الأخبار. وسام الحسن، جميع هؤلاء يريدون رأسي. الانشقاق السياسي يشل هيئة التنسيق. المكتبة الوطنية قاب ترميم أو أكثر. في الأنوار، إضراب النقابات يهدد الحكومة والمقاطعة تشل أعمال البرلمان. انفجاران في دمشق، والإبراهيمي يعلن الوضع من سيء إلى أسوأ. طهران، طائرة حزب الله صورت مواقع حساسة في إسرائيل. في عناوين الديار، أسرار شعبة المعلومات بالتفاصيل يتم نشرها لأول مرة. من الأب مونس إلى تلميذي شارل أيوب، الرب سيحفظ ذهابك وإيابك من الآن وإلى الأبد. الحكومة باقية وتمارس عملها، و14 آذار في ورطة كبيرة بعد استشهاد الحسن. القوات تستنكر وتهاجم. في المستقبل، وثيقة سياسية ل14 آذار تحدد خطوات المواجهة تباعا، وجلسات اللجان مقاطعة. حزب الله يقرر وميقات ينفذ، مجلس الوزراء غدا. المستقبل والقوات يستغربان خطوة القضاء. إخبار ضد قتيش أمام المباحث الجنائية. في عناوين البناء، الإرهاب يضرب في ريف دمشق، وأنباء عن مقتل أبو إبراهيم في اشتباك مع لجان شعبية كردية في ريف حلب. 14 آذار تهرب من نكساتها بالرهان على تغيير موقف واشنطن. جلسة ماراثونية للحكومة غدا وترجيح بت التشكيلات الدبلوماسية. الصحافة الأمريكية تحمل العصابات المسلحة مسؤولية سقوط وقف إطلاق النار وتؤكد فشل سياسة الغرب. النظام البحريني يواصل تنكيله بالمعارضة ويعتقل رموزها. في عناوين اللواء، المعارضة تكلف السنيور التفاوض مع سليمان وتستعد لمواجهة حتى الانتخابات. اعتراضات على تشكيلات الدبلوماسية قد ترجئها غدا. وميقاتي إلى بلغاريا وهنغاريا نهاية الأسبوع. جماعة أبو إبراهيم تنفي مقتله. النظام يرد على تفجيرات بالغارات. في البلد لهذا اليوم، ميقاتي في السراي و14 آذار تستعد لمواجهة طويلة. غضب ساندي، هذه هي حقيقة فداء عيتاني. إسرائيل تفتح النار على غزة مجددا. ننتقل إلى الجمهورية. كونيلي، الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتحفظ سيادة لبنان واستقراره واستقلاله. سليمان، السلاح لا يحل أي أزمة. في الحياة لهذا اليوم، قد يؤدي إلى تعليق الاقتراع الرئاسي في ولايات الشرق وأضراره تمس 50 مليون أمريكي. كارثة الأعصار ساندي أسوأ من اعتداءات أيلول. خلاف بين الإبراهيمي ولافروف على قوة حفظ السلام، والمعارضة تبحث في اسطنبول خطط المرحلة الانتقالية. دمشق تحت نار الغارات الجوية والسيارات المفخخة. أخيرا مع الشرق الأوسط، العالم يأسف لفشل خطة وقف النار وبانكيمون محبط، والإبراهيمي يصف الأحداث بأنها حرب أهلية. سوريا، 60 غارة في وداع الهدنة. طهران، نملك صورا لمناطق إسرائيلية محظورة. أنباء عن سفن إيرانية في بورتوسدان لنقل رسالة سلام. اشتباك بين الأكراد وأبو إبراهيم ومقتل عدد من ثوار أعزاز. يوم التفجيرات والغارات في سوريا. هل تدق تسونامي أبواب لبنان؟ بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.